السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نزال نبحث في تصنيف الجرائم. بحثنا سابقا تصنيف الجرائم على أساس خطورة الفعل، ثم بحثنا في تصنيف الجرائم على أساس الركن المادي. الآن نبحث في تصنيف الجرائم على أساس ركنها المعنوي. وبالطبع تصنيف الجرائم على أساس الركن المعنوي هو تصنيفها إلى الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة. يتحقق الركن المعنوي بصورتين: القصد الإجرامي والخطأ. وتسمى الجريمة التي تتوافر فيها عناصر القصد الإجرامي الجريمة المقصودة، والجريمة التي تتوافر فيها عناصر الخطأ تسمى الجريمة غير المقصودة. فالجريمة المقصودة هي الجريمة التي يرتكبها الجاني وتتوافر لديه عناصر القصد الإجرامي، أي تقوم بينه وبين فعله علاقة ذهنية ونفسية تتكون من عنصرين: العلم بأركان الجريمة وشروطها وإرادة هذه الأركان والشروط. ففي جريمة القتل مثلا تعد الجريمة مقصودة إذا كان الجاني يعلم بأنه يطلق النار على إنسان حي ويريد في الوقت ذاته إزهاق روحه. المادة 187 من قانون العقوبات السوري عرفت النية، والنية هي جوهر القصد الإجرامي، عرفتها بأنها إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. ثم أضافت المادة 188: تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة. وهذه هي صورة القصد الاحتمالي. أما الجريمة غير المقصودة فإنها الجريمة القائمة على الخطأ، أي التي يرتكبها الجاني ولا تتوافر عنده عناصر القصد الإجرامي، ولكنه يخالف واجبات الحيطة والحذر فلا يتوقع النتيجة، مع أن الواجب يفرض عليه توقعها وباستطاعته توقع هذه النتيجة والحيلولة دون حدوثها. ففي جريمة القتل الخطأ مثل إطلاق النار على طير وإصابة إنسان يسأل الفاعل عن جريمة غير مقصودة إذا كان يريد الفعل، والفعل هو إطلاق النار، ولا يريد النتيجة الجرمية وهي إزهاق روح إنسان حي. ما دام أراد الفعل حتى ولو لم يرد النتيجة فإنه يكون مسؤولا عن جريمة غير مقصودة وإحداث هذه النتيجة، لأنه لم يكن على قدر كافي من الحيطة والحذر ولم يتوقع النتيجة، مع أن الواجب يفرض عليه أن يتوقع النتيجة وبإمكانه توقعها والحيلولة دون حدوثها. المادة 189 من قانون العقوبات عرفت الخطأ بقولها: يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. المادة 190 أضافت: تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أم عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها. ما هي أهمية التفريق بين الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة؟ طبعا للتفريق بين الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة أهمية كبيرة من عدة أوجه. واحد، يعاقب القانون على الجريمة المقصودة بعقوبات أشد من عقوبة الجريمة غير المقصودة،
وذلك لأن حالة الجاني في الأولى أشد خطورة، وهذه الخطورة متأتية من قصده الإجرامي. اثنين، لا تكون بعض الجرائم إلا جرائم مقصودة، أي لا يقوم الركن المعنوي فيها إلا بالقصد الإجرامي، ولا يمكن أن يقوم على الخطأ من هذه الجرائم: السرقة، الاحتيال، التزوير، الاغتصاب. وهذا على خلاف عدد آخر من الجرائم التي يمكن أن تكون مقصودة، كما يمكن أن تكون غير مقصودة من هذه الجرائم: جريمة القتل، الجرح، الضرب، الحريق، الإتلاف. ثلاثة، لا يتصور الشروع إلا في الجرائم المقصودة، أما في الجرائم غير المقصودة فلا يمكن تصور الشروع، لأن النتيجة الضارة هي إحدى مكونات الخطأ من جهة، ولأن الركن المعنوي للشروع يقوم على نية إتمام الجريمة، أي القصد الإجرامي من جهة أخرى. أربعة، لا يتصور التدخل في الجرائم غير المقصودة على ما ذهب إليه جانب من الفقه والقضاء، فإذا رافقت الجريمة غير المقصودة أفعال مساعدة فإن مرتكبها يسأل عنها مسؤولية مستقلة عن مسؤولية الفاعل، كما يمكن افتراض من يسهم في جريمة غير مقصودة واعتباره شريكا للفاعل، لأن الخطأ كاف لقيام الركن المعنوي في الاشتراك. طبعا بذلك ننهي موضوع تصنيف الجرائم حسب الركن المعنوي إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة. نلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.